تكنوز تكنوز اليوم سبيشال جيمرز. جوجل كانت أعلنت في نهاية الأسبوع على نسخة جديدة من يوتيوب مخصصة 100% للمغرومين باللي جو فيديو بجميع أنواعها، وأطلقت عليها اسم يوتيوب جيمينج. النسخة هذه مش تكون متوفرة على العنوان gaming.youtube.com، وباش تكون موجودة زادة سوفرم دابليكاسيون على اندرويد اي او اس ويندوز 4. جوجل تقول لي الفيرسيون هذه باش تكون مجال مفتوح للمشاهدين والمنشئين باش ينزلوا فيديوهات خاصة بهم تكون عندها علاقة كان بالألعاب الإلكترونية. هذا وكان تحكي في الملتقى اللي صار نهار الجمعة 12 جوان انه يوتيوب جيمينج مش تتيح الفرصة للمنشئين والمبرمجين انهم يتحصلوا على عائدة مادية كبيرة من خلال الإشهار او عدد المشاهدات، والفلوس تفوق الخلاص بالنسبة للفيديو عادي على اليوتيوب. يوتيوب جيمينج مش تحتوي الى جانب الصفحات الخاصة بالمستخدمين دي باج سبيسيال لابر شركات الالعاب، وباش توفر كذلك نوعية خاصة للإيماج حتى يكون المحتوى اكثر متعة واكثر فرجة. يوتيوب جيمينج دونك هي فيرسيون جديدة من يوتيوب أطلقتها جوجل. أول نسخة منها باش يتم الإعلان عليها قريبا، وباش تنزل في الولايات المتحدة وبريطانيا في انتظار بقية العالم من هنا للرونتري. الفيرسيون هذه هي إعلان صريح لمنافسة شبكة بث الفيديوهات الألعاب رقم واحد في العالم، نحكي هوني على تويتش التابعة لشركة أمازون، واللي في أول رياكسيون قاموا بها بعد الكونفرنس تاع نهار جمعة تستقبل يوتيوب جيمينج باستهزاء وتهبط تويت مكتوب فيه مرحبا باللاعب رقم 2. ما بين المليون مشاهد مميز نتاع تويتش والوعود الجميلة اللي وعد بها يوتيوب جيمينج، شكون باش يسيطر على سوق مشاهد فيديوهات الالعاب الالكترونيه؟ منافسه نتابعوها اكثر الايام الجايه. تكنوز لليوم وفات، تحيات تكنوز.